الحديث صحيح المستوى باقي اللاعبين فكلهم حاضرين اكيد اجواء مثاليه حماس كبير بالنسبه للاعبين تحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه مهمه جدا توتم الايجابي فوز امام جنوب افريقيا اكيد سيحول وصول الدور الربع النهائي منتخب قوي منتخب جنوب افريقيا اللي كنا في حصه تدريبيه كذلك عشيه اليوم وكل اللاعبين كذلك ديال منتخب جنوب افريقيا اللي اكدوا بان المباراه ستكون سهله فقط بان اللقاء سيدور من الساعه 8 مساء بالتوقيت المحلي.